ليس بالأقليات. طبعا، ولكن عندما نقول ولذلك نحن يعني نقول سيدنا عندما نقول إننا لبنانيون الأقليات، بس سوريون عشان مشاهدين يعني نحن لسنا فقط نتحدث عن المسيحيين عندما نقول أقليات، في إسلام أقليات يعني ندخل بشق المذهبي أيضا. طبعا تفضل. نحن لبنانيون، طبعا هناك أطياف لبنانية متعددة، ولكن لهم جميعا نفس الحقوق ونفس الواجبات. أفضل أن يبحث الأمر على مستوى سوري أو لبناني أو عراقي، بدل الانزلاق في متاهات الصفة المذهبية لذلك الإنسان أو